وعمرك 20 سنة؟ مظبوط. قد ايه بتحبي للأستاذ جورج قرداحي؟ كتير. هو رح يدعيكي شخصياً لعنده على البرنامج، هل بتقبل الدعوة؟ أكيد، معقول أرفضها؟ تفضلي، هيدي إلك. ناطرينك. ولأنه هو ضيع مخه، ضيع عقلته. ما الحب بجنن أحياناً. عن إذنك، هو ليه عمل هيك؟ أنا كنت أعتبره أعز صديق لإلي. إيه، تفضل. ليش عملت هيك؟ قلنا ليش عملت هيك يا أستاذ؟ شيء؟ أكيد، لأن شخص جرحني كثير، كيف بدي أسامحه؟ جرحك أكيد. خبرني هو القصة. ونزعل كل حياتي، كيف بتسامحه؟ لا، ما نزعلك حياتك. رؤي، خطبتي وإن شاء الله بتكوني بتتزوجي بس هو الشاب خبرني حكايته. أنا جيت اليوم مش جاي برر غلطي. محمد، بس أنت كثير جرحتني. كتير ومشوي، انت اخر شخص كنت بتوقع مع انه يعمل معي هيك.